تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. هذا الأسبوع سنتوجه إلى المملكة المتحدة لنتعرف على السياسات والتحديات الرئيسية في التعليم البريطاني مع اقتراب الانتخابات التشريعية. إنها فرصة لحضور مناقشة انتخابية نظمتها إحدى المدارس الثانوية. مبادرة مثيرة للجدل أطلقتها الحكومة البريطانية الحالية هي تأسيس المدارس الحرة بتمويل حكومي وإدارة مستقلة. ما الفرق بينها وبين المدارس الأخرى؟ كاناري وارف كوليج من بين أول المدارس الحرة، تقع في برج هاملتس، واحدة من أكثر المناطق حرماناً في لندن، تختلف عن العديد من المدارس الأخرى في المنطقة. في الصف عدد الطلاب لا يتجاوز 20 طالباً. اخترت هذه المدرسة خاصة لأن عدد الطلاب في الصفوف أقل من المدارس الأخرى. إنها تجربة رائعة. ابنتي في الرابعة من العمر كانت تقرأ وتتحدث بالفرنسية والآن تغني باللغة الصينية. مرونة في تطبيق المنهج الدراسي واستقلالية في إدارة التسجيل والتمويل، حرية انتقدها البعض. مع هذا تم تأسيس أكثر من 400 مدرسة حرة أو ستؤسس قريبا بفضل شبكة لجمعيات خيرية تدعى مدارس جديدة. تمويل المدارس الحرة لا يختلف عن المدارس الأخرى، الفرق هو أنها هي التي تقرر كيفية إنفاق ميزانيتها. الحكومة المركزية هي التي تمول مباشرة وليست الحكومة المحلية كالمدارس الأخرى. هذه الحرية هي التي شجعت سارة على تأسيس هذه المدرسة التي لما تمكنت من تأسيسها وفقا للنظام التقليدي. الصعوبة في إنشاء مدرسة هي القدرة على العمل مع أشخاص يتيحون لنا التفكير بطريقة مختلفة. هذا هو التحدي حين ننتقل من النهج التقليدي. المدارس الحرة تمنح الهيئة التدريسية سلطة تعيين المدرسين وكيفية الحصول على دعم إضافي. فتح مدرسة مجانية يتطلب تقديم ملف من 100 صفحة وتقديمه للحكومة. يجب شرح الخطط التعليمية والمالية وتفاصيل عن الأشخاص الذين سيتولون إدارة المدرسة. الأهم هو تقديم دليل على وجود دعم للمشروع من قبل أسر الطلاب، حيث لا يمكن فتح مدرسة حرة دون طلب من أولياء الأمور في المنطقة. بعض المدارس الحرة تحمل روح التعاليم المسيحية. نصف الأماكن في مدرسة كناري وورف محجوزة للطلاب المسيحيين، إجراء ينتقده الكثير من السياسيين. المدرسة تقول إن هذا غير صحيح لأن النصف الآخر مفتوح للجميع، وأولياء الأمور يصطفون للحصول على مقعد لأولادهم. المدرسة شعبية جدا، لدينا طلبات تفوق العدد المطلوب بست مرات. في المدرسة الثانية التي قمنا بتأسيسها خمس مرات أكثر، ما يجعلنا أكثر المدارس شعبية في تاور هاملتس. إننا نلبي رغبة أولياء الأمور حقا. على الرغم من تزايد انفتاح المدارس المختلفة في المملكة المتحدة، هناك قلق بشأن ارتفاع معدل مغادرة المعلمين للقطاع الحكومي. سنتعرف على بعض التحديات التي تواجه المعلمين وعلى أسباب مغادرتهم النظام التعليمي. في أغلب الأحيان يوم المعلم يبدأ قبل دخول الطلاب إلى الصفوف الدراسية. جيغمي في 31 من العمر يحرص على هذا. نظراً لحاجة المملكة المتحدة لمزيد من المعلمين، هناك خطط للحصول على الذين يحرصون على دخول الفصول الدراسية في أسرع وقت ممكن. بعد دورة تدريبية لمدة يومين وجدت نفسي في صف بانتظار قدوم 30 طالباً في 14 من العمر تقريباً. أتذكر اليوم الأول، كنت أجلس هنا في صفي، لم يسبق لي وأن شعرت بمثل هذا الخوف في حياتي. لحسن الحظ مدرستي اقترحت علي برنامجا تدريبيا غير متوفر في جميع المدارس. وفقا لاستطلاع حديث نشرته نقابة المعلمين، 40% من المعلمين المؤهلين حديثا يغادرون التعليم بعد أقل من سنة تقريبا بسبب الضغط النفسي وزخم العمل. المعلمون يعملون كثيرا ويعرضون أنفسهم لضغط كبير. عملت في مدرسة المدرسون فيها كانوا يعملون في مكتب المدرسة لغاية الساعة 10 أو 11 ليلا يوميا. لا يمكن العمل على هذا النحو.
إيما عملت في المدارس الحكومية البريطانية لمدة 3 سنوات ثم غادرت إلى الخارج للعمل في مدرسة دولية. عدم العمل في نظام حكومي يغير الحياة تماماً. قبل أن أغادر أنجلترا كنت أمرض باستمرار. لا شك أن جسمي كان يحاول أن يقول لي إن هذا كثير ولا يمكن أن أستمر بالعمل هكذا لفترة طويلة. المعلمون يقولون إن هذا بسبب التغييرات في المناهج الدراسية والتفتيش المستمر من قبل هيئة المراقبة للنظام التعليمي البريطاني. المدارس تقضي وقتها بانتظار مكالمات من هيئة المراقبة، هذا يولد جوا من الشكوك، بالإضافة إلى نظام الامتحان والضغط على المدارس لتحقيق نتائج ممتازة. هذا لا يشجعنا على العمل، والخطر هو أن يعامل الأطفال كأرقام. دانيال هو أيضاً ترك القطاع الحكومي ليعمل كمستشار لإعداد الشباب على الدخول إلى أفضل الجامعات في المملكة المتحدة وخارجها ومساعدة المدارس على تحديث برامجها. أكثر ما كان يزعجني حين كنت مدرساً هو التركيز على إعداد الشباب لاجتياز الامتحانات. صحيح أن هناك بعض القيود على المدارس، لكن مستقبلاً التعليم يجب أن يكون أكثر انفتاحاً وأكثر تدويلاً. أما جيريمي فينظر إلى الإيجابيات الموجودة في النظام التعليمي. التوجه يومياً إلى الصف لبدء درس جديد تجربة مثيرة. مساعدة الشباب على تعلم بعض الأشياء المثيرة للاهتمام عن العالم ومنحهم مستقبلاً أفضل هو شيء مثير حقاً. مع اقتراب الانتخابات في المملكة المتحدة المدارس تشارك في هذه العملية أيضاً. كالأطراف المتنافسة الطلاب يتناقشون لتحفيز الناخبين على إجراء انتخابات أفضل من سابقيهم. لنتعرف على المزيد. مجموعة من الطلاب تقوم بحملة انتخابات وهمية في لندن. إنهم يمثلون 6 أحزاب سياسية بريطانية. الحملة تستمر عدة أسابيع. الكثير من الطلاب لهم ميول سياسية من دون أن يدركوا هذا. نظمت هذه الانتخابات الوهمية لإقامة صلة بين الرأي السياسي والواقع. أعتقد أنني سأقنع الكثير من الناس من خلال تبيين حجج الأطراف الأخرى وإظهار أن حزب المحافظين في الطريق الصحيح للمضي قدما. سيكون هناك الكثير من الجدل خاصة بين المحافظين. لننتظر ونرى ما سيحدث. أهلا بكم في نقاش الانتخابات الوهمية. سنتحدث عن الهجرة والتعليم وخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما. 6 أحزاب مشاركة: العمال والمحافظين والديمقراطيين الأحرار والخضر وحزب استقلال المملكة المتحدة، وحزب ساخر جديد هو حزب الهذيان. حزب الخضر نريد مجتمعا أكثر مساواة وأكثر عدلا للعيش فيه. لا نستطيع أن نثق بالمحافظين لتحقيق المساواة. حزب العمل سيقود بريطانيا إلى اليسار أكثر من اللازم. الإنفاق الكثير قد يعرض الاقتصاد إلى الخطر. هدف حزب الهذيان هو جلب الفرح لهذه الانتخابات. نسيت أن أتحدث عن الديمقراطيين الأحرار، لكن ما يعرفه. أحياناً من الصعب التحدث بسبب المناوشات بين حزب العمال وممثلي المحافظين. لقد تعبت من هذا، تعبت من الجدال. لا أحد يحل المشاكل المستمرة. يجب التصويت من أجل التغيير. في نهاية النقاش حزب العمال انتصر. النقاش كان ناجحاً. حان وقت التوقف عن انتقاد السياسيين السابقين لحزب العمل. النقاش دار كما توقعت. احتدام بين المحافظين والعمال. الطلاب مهتمون، يريدون أن يقولوا الكثير من الأشياء، لذلك يجب مناقشة خفض السن القانوني للتصويت إلى 16 عاما. إن حصل هذا، المدارس ستكون أكثر نشاطا لتوعية الطلاب سياسيا، وهذا جيد للديمقراطية. يجب التصويت في سن 16 لأن هناك من هو ناضج في هذه السنة. استبعادهم كما لو أنهم غير مهتمين بالسياسة إشكالية كبيرة.
ما رأيكم بنظام التعليم في المملكة المتحدة؟ هل بالإمكان مقارنته مع دول أخرى؟ شاركونا بأفكاركم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.